السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نطرقوا للدرس ديال لي فوكاليزاسيون او بيان لو بوين دو فيو. هذا الدرس هذا كيهم الناس تاع جدع مشترك، الناس ديال اولى بكالوريا وحتى الناس ديال الثانيه بكالوريا، متمدرسين واحرار. غادي نشوفوا اشنو هما الانواع ديال هاد لي فوكاليزاسيون، كل نوع باش كيتميز، وكيفاش نعرف ان هاد لو تيكست اللي عندي او هاد الروايه او هاد ليكستري ديال الغومو فيه هاد فوكاليزاسيون بالضبط. غادي نقسم لكم هاد الدرس هذا لثلاثة ديال الفيديوهات اللي غيكونوا صغار ما طوالش بزاف. كل فيديو غادي نشرح فيه بالضبط الفوكاليزاسيون والمميزات ديالها. يعني هاد لا فيديو اللي كتشوفوا دابا غادي نتعرفوا فيه على الفوكاليزاسيون انتيغ، الفيديو الموالي غنطرقوا ليكستيرن، والفيديو الاخير الفوكاليزاسيون زيرو. غادي نمشيو درجه درجه، سورتو الناس اللي دايرين باك ليبرو اللي شحال هادي ما يعني بينهم وبين الدراسه وكيلقاو صعوبه في الفهم ديال الدروس اللي متبوعين بالامتحان عليها. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للفوكاليزاسيون عندنا ثلاثة ديال الأنواع، عندنا الفوكاليزاسيون زيرو، الفوكاليزاسيون انترن، والفوكاليزاسيون اكسترن. اش كنعنيو فوكاليزاسيون انترن ولا اكسترن ولا زيرو؟ واش الرؤية اللي عندنا تما ديال داك الراوي اللي كيعود لينا، واش هي رؤية داخلية ولا رؤية مثلا خارجية؟ رؤية داخلية يعني هذاك اللي كيعاود لينا الراوي داخل لينا في الأحداث، ولا الرؤيه الخارجيه كيكون مثلا هذاك اللي كيعاود خارج على الاحداث، يعني ماشي طرف في دوك الاحداث. حنا غنديطاييو اكثر واكثر، مي غنبداو في هذا لا فيديو بالفوكاليزاسيون انترن. بالنسبه الفوكاليزاسيون انترن، اون فوا تسمعها رؤيه اللي هي داخليه، عرف ان لو ناراتور الراوي اللي كيعاود لك هو نفسه لو بيرسوناج برينسيبال، يعني ديك الشخصيه الرئيسيه اللي كاينه تما هي نفسها هذيك اللي كتعاود لك الاحداث. بحال مثلا ناخذ الروايه ديال اولى بكالوريا لا بواط اميرفي، لا بواط اميرفي عندنا لو ناراتور اللي هو سيدي محمد هو نفسه لو بيرسوناج برينسيبال، هو نفسه اللي واقع عليه الاحداث. الا كنت كنعاود على شي حاجه اللي واقع عليا، اذا هذيك الفوكاليزاسيون اللي كاينه تما فوكاليزاسيون انترن. غادي نشوفوا المميزات اللي كنتبازاو عليهم باش كنقدروا نحدوا ان عندنا تما فوكاليزاسيون انترن في ديك لو تيكست او في ديك الروايه، اي او ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال كيكون هو في نفس الوقت الشخصيه الرئيسيه. إيل يوتيليز جو، كيستعمل جو، كيدوي على راسو. لو ناراتور اي ا لانتيريور دو ليستواغ، يعني الراوي الحاكي هو داخل لينا في ديك القصه اللي كيعاود لينا، يعني ماشي سمعها وجا عاودها لينا، مي هو حاضر ليها وطرف فيها. كوني لي زيفينمون غولاتيف ا سا في بيرسونيل اي لا في دو سي بروش بارون اي فوازان. الراوي ديالنا يعني كيعرف الاحداث اللي عندها علاقه بالحياه ديالو الشخصيه، يعني باش كيحس واشنو وقع عليه ملي كان صغير، واشنو وقع عليه ملي كان عنده هاد لاج، وفين مشى وفين جا، هادشي كامل كيعرفو. اي لا في دو سي بروش، وكيعرف حتى الاحداث والحوايج المهمين اللي كاينين في الناس اللي قراب ليه، الناس اللي ساكنين حداه، الناس اللي من العائله ديالو، سواء قلنا بارون اي فوازا، يعني سواء الوالدين ديالو ولا الجيران ديالو، حيت هو عايش معاهم، اذا هو طرف من هاد الاحداث ديالهم. لو ناراتور كوني اونيكمون لي بونسي اي لي سونتيمون كي اكسبريم لوي ميم. الا بغينا نهضروا على الاحداث كنقول راه كيعرف الاحداث ديال العائله ديالو ديال الجيران ديالو، واني الا هضرنا على لي بونسي الافكار والاحاسيس هو فقط كيعرف داكشي اللي كيحس به هو، وكيعبر لينا عليه ملي كيستعمل لينا جو. ميمكنش غيبدا يقول لينا فلان كيحس بهادي، يعني الا بغى يعبر لينا على لي سونتيمون غيعبر فقط على لي سونتيمون ديالو، اما الاحداث يقدر يعاود لينا على الاحداث ديال لي فوازان ولي بارون ديالو. هادو هما المميزات اللي خاصني نقلب عليهم في ديك الروايه او في ديك القصه اللي عندي باش نقول راه عندي تما فوكاليزاسيون انترن. كنتمنى ان هاد الرؤيه الداخليه اللي هي فوكاليزاسيون انترن تكونوا فهمتوها وفهمتوا المعايير اللي خاصكم تبازاو عليها. ان شاء الله الفيديوهات المقبله اللي غادي ندير فيهم الفوكاليزاسيون اكسترن والفوكاليزاسيون زيرو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.